الصحفية معذرة أطلنا. رسالة سنة من السجن أستاذ الغنوشي. شنو أهم ما ورد في الرسالة؟ سنة في المعتقل 17 أبريل 23، 17 أبريل 24، أهم ما ورد في هذه الرسالة. رسالة موجهة ليس للنهضة ولكن لكل الرأي العام الوطني أستاذة فايزة. دعني في البداية حسين كزميلة في المهنة أولا نعبر على مساندتي ليك ودعمي ليك في هذه التهمة الغريبة اللي المنصب سياسي كبير تصبح تهمة وتصبح جريمة، فمن نجمش كان نعبر على دعمي ومساندتي ليك، واحنا كل يوم هذيك الخدمة ولينا نعبر عن مساندتنا ودعمنا كل مرة لصحفي من الصحفيين. للأسف معناه هذا ما يحدث بعد ثورة الحرية والكرامة. المهم حسين نعبر على دعمي كما قلت لكم ومساندتك، ونعاود نذكر ونقول مرة أخرى أنه الصحافة ليست جريمة ولن تكون في يوم من الأيام جريمة إلا عند من يعتبر أن الكلمة الحرة والرأي الحر والتعبير عن الموقف الشخصي والفردي والرأي الخاص بكل إنسان بكل حرية هو جريمة طبعا. نعم ذكرتيني فايزة، وهذه فرصة لأحيط علما مشاهدينا ومتابعينا، وفرصة لنشكرهم على الدعم الكبير، أن الإحالة القضائية صدرت في حقي وحق الزميل الإعلامي مدير القناة سيد سامي الصيد ودكتور محمد مرزوقي رئيس الجمهورية التونسية. باستفسارنا مع النقابة المحترمة استفسرت الهايكة، قالت لهم لا أنا راني قدمت شكاية بالقناة على البث، وقتاش في ماي 22 قبل سنتين، وتقول أنه الإحالة القضائية الأخيرة شخوصا وتوقيتا وتهمة، يعني تكييف التهمة هو من تكييف النيابة العمومية. احنا بعد هذا الاستفسار هذا يتأكدوا عندنا قناعة تامة ان هذا يتنزل في اطار محاصرة وضرب العمل الاعلامي واستهداف مباشر لقناة الزيتونة، انه يرجعوا بعد عامين ولكن اتكأوا على تلك الشكاية متاع الهيكا. وتعرفوا انه الهيكا من جانفي 24 لم تعد موجودة، بقي فقط هناك عضو كاتب عام الهيئة هو يدير المسألة الإدارية تحت رقابة رئاسة الحكومة. بالتالي النيابة العمومية اتكت على ذلك وربطت بلقاء أخير في فيفري آخر فيفري مع رئيس المرزوقي، ووجه التهمة لي أنا، مش التهمة، حالة التهمة اللي خذت تحقيق أنا وسيد سامي الصيد مدير القناة والدكتور المرزوقي. هذا حتى أحيط مشاهدين، صح ذكرتني فايز ربي يبارك فيك وشكرا على دعمكم. شكرا لك. رسالة الغنوش يعني مرة أخرى يرفع الغنوشي السقف، يرفع علينا السقف عاليا جدا مرة أخرى، حتى وهو في محبسه وفي سجنه يرفع السقف عاليا عن كل من يتبجح ومن يعتبر نفسه حامي حماية الحقوق والحريات ومناضل في تونس. الغنوشي في رسالته سأل طرح على نفسه بعد سنة من السجن، لا نعرف لماذا أصلا هو الغنوشي في السجن ولا أي شنو الجرم اللي اقترفه لحد الآن اللي خلاه رجل ثمانيني في السجن لأكثر من سنة. طرح على نفسه بعد العام هذا زوز أسئلة. السؤال الأول قال هل أخطأت بالتصريح الأخير في الجلسة الأخيرة في جبهة في السهرية اللي مع جبهة الخلاص أم كنت يعني التصريح هذاك وما قلته هو ما كان يجب أن يقال؟ والسؤال الثاني قال ما شنو اللي ربحته في السجن توا، ماذا حققت في هذا السجن؟ في سؤاله الأول في إجابته عن السؤال الأول قال أنه هذا اللي كان يلزمه يقول وهذا اللي يلزمه يتقال، وكل يوم قال قاعد نتأكد أنه ما قلته وما عبرت عليه من أنه إحنا اليوم خرجنا تماما على مسار الديمقراطية وأنه حدنا على المسار الديمقراطي اللي أسست له ثورة 17-14 جانفي، وأنه إحنا اليوم
بالفعل معناها وقت قلت احنا وخرجت وكنت من الاول اللي قلت انه انقلاب انا لم اخطئ، وانا بادرت وقلت ما حدث انقلاب حتى لو لم يكن انقلاب سياسي او انقلاب دستوري، فهو انقلاب واضح جدا على مسار ديمقراطي وعلى مكاسب الديمقراطية. من يخطب الحساء كما قال هو ما يستغلاش المهر نتاعه، وقال انه كل شعب، وهذه الجملة المفتاح بالنسبة لي والجملة الكلي اللي قالها، كل شعب بالفعل يعني اهم جملة في رسالته، كل شعب يأخذ من الحرية بقدر المهر الذي يدفعه. هذه أهم جملة بالفعل، نعم. المفروض أنها كما يقولوا معناها تكتب ماء الذهب، بتقول تكتب بماء الذهب بالفعل، يعني كل شعب وربما أهم سيحصل الحرية بقدر المهر اللي دفعه الشعب هذا الحرية. راشد الغنوشي قال أنه اليوم وغدوة ودائما سأظل مقتنع أنه لا ديمقراطية في ظل رفض أي مكون أو فكر سياسي في أي بلد، وأنه طالما فما إقصاء لأي طرف سياسي وأي مشروع سياسي أو ثقافي أو حضاري فلا مجال الحديث عن الديمقراطية. وأنا اليوم موجود لأني مقتنع بالرأي هذا. في الجانب الثاني ماذا؟ فايزة استسمحك نرجع له بعد قليل، هم المواصلين فقط. إضافة في النقطة الأولى، قال إنه النهضة، قال إن النهضة لم تخطأ حينما اختارت منذ ليلة 25 جويلية، هذا كلام له، الوقوف وجه الانقلاب. قال أخطأنا حينما دعونا أنصارنا، وهو أغلى ما يملك حزب سياسي، منحنا قيس سعيد أصواتنا في 2019. نواصله.